الفساد في كل الدول، يعني اللي تاخذ مقاومة الفساد يعني على محمل الجد تعرف اللي القضاء هو لو ديرني رومبار، هو جدار الصد الأخير في ردع جرائم الفساد المالي. والقضاء اللي مطلوب من السلطة السياسية مش تتدخل فيه في القضايا، فهمتني، على أساس توجهه كيفاش يحكم. لا، المطلوب أن السلطة السياسية تكون عندها سياسة جزائية، معناتها تحط في أولوياتها مكافحة الفساد، وتحط في أولوياتها إعطاء القضاء الإمكانات المادية واللوجستية والبشرية باش ينجم يكافح الظاهرة المعقدة والصعيبة والمتشعبة. احنا اليوم وقت اللي نتحدثوا على إقرار السلطة، معناتها أعلى معناتها رام السلطة باستشراء ظاهرة الفساد، وأنه القضاء سمعنا يقولوا ماهوش متعاون، نقولوا احنا ابسط شيء، التجارب اللي كافحت القضاء اللي كافحت معناتها الفساد بجديه بنتائج قضائيه، نقول مليح، رانا ما نعملوا حتى شيء اذا كان ما ثماش نتائج قضائيه. اش معناه؟ معناتها تتبعات جديه تنتهي باحكام راجعه، يعني ضد الناس اللي يثبت ضدهم بطبيعه الحال هذه الجرائم، وفي نطاق معناتها تمكينهم من حقوق الدفاع. اذا كان ما ثماش نتائج قضائيه الظاهره هذه لن تتراجع ولن تتقهقر وستزيد في الاستشراء. الدول اللي اخذت هذه على محمل الجد عملت تجارب كما تجارب الاقطاب الماليه هذه لمكافحه الفساد، حطت فيها اعداد كافيه من القضاة، كونت القضاة في الماده الصعيبه والمعقده هذه، اعطت يعني فنيين ومساعدين في التحاليل الماليه، خاطر هذه جرائم عابره للقارات وللدول، وجرائم معناتها منظمه وفيها عصابات يعني نتاع تبييض، لابد فيها معناتها القضاة انك تسندهم معناتها بخبراء في هذا، لابد من التحفيز حتى على مستوى يعني مرتبات القضاة اللي يخدموا العمل هذا اللي هو عمل خطير ومضني. قاضي التحقيق وقت اللي يبدا يحقق في قضيه نتاع فساد مالي، معناتها يبدا التحقيق التسعة نتاع الصباح ينجم يكملوا العشرة نتاع الليل. هذا الكل احنا في تونس شنو اللي يحصل فيه؟ عندنا قطب قضاء مالي هو مازال الان يتمثل في عدد قليل من القضاة تعطي لهم بيروات خارج المحكمة الابتدائية نتاع تونس، ويخدموا في قضايا الفساد وفي قضايا الحق العام، معناتها القضايا الكل مع بعضها. اليوم وبعد نضالات احنا في جمعية القضاة وصلنا عن ناول، قدمنا مشروع قانون كامل لمجلس نواب الشعب يتعلق بإحداث قطب قضائي باش يخرج من الوضعية نتاعو هذه الفعلية، رغم اللي صدر القانون في الصيف الفارطة. إلى حد الآن القطب القضائي المالي لم يفعل، والأوامر الترتيبية فيه ما خرجتش. اليوم نقولوا وقت اللي نستنتجوا أنها طالما أنها السلطة السياسية ما عطاتش الإمكانات هذية التشريعية على مستوى تفعيل القطب هذية وإصدار الأوامر الترتيبية نتاعو، وأعطاؤه معناتها كما قلت لك الخبراء اللازمين والكتبة اللازمين والشرطة المختصة اللي تخدم معناتها على ذمته، وما عطاتش معناتها حماية للقضاة هذوما يخدموا معناتها أصعب الملفات نجموا يكونوا مستهدفين، وفي التجارب ربطوهم استهدافهم القضاة اللي خدموا على القضايا هذية، فهمتني؟ فإنه نقولوا السلطة ما عندهاش إرادة في أنها القضاء يعني الفساد يوقع مكافحته بنجاعة وتتحقق فيه، نقول مليح، نتائج قضائية وقت اللي تصدر أحكام رادعة تبداش عنا عشرة أحكام هذيك تردع آلاف يعني مرتكبي جرائم الفساد المالي، فهمتني؟ ثم أكل اللي فيه نتاع الديسيوازيون، معناتها الناس تولي توخر، تولي تقرا حساب، تعرف اللي ثم سلطة قضائية موجودة، ويعني كيفاش نقول تصدر الأحكام، تعمل التتبعات الجدية وتصدر الأحكام يعني الرادعة لهذه الآفة اللي تهدد بدون مبالغة سلامة السير نحو الديمقراطية. احنا اليوم ما نعرفوش حقيقة باش نسيروا نحو ديمقراطية سليمة ولا لا، على خاطر إذا كان على خاطر الجرائم الفساد المالي تهدد السلم الاجتماعي، وقت اللي المال يقعد معناتها ينتهك بهذه الجرائم ما عادش فماش عداله اجتماعيه، ما عادش المال العام يمشي للجهات يعني المفقره والمهمشه، ما عادش يمشي للفئات الاجتماعيه اللي طالبه الشغل وطالبه الصحه وطالبه التعليم، يقعد المال العام يبدد وينتهك ويستولى معنا وبدون حمايه. وقت اللي ما يحصلش هذايا عن طريق القضاء اللي يحمي المال العام يعني بالتتبع وبالاحكام، فإن ما نجموش نقولوا ماشي نظام ديمقراطي فيه استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي واللي نحبوه احنا الكل واللي ضحات من اجل الناس وماتت في تونس. صحيح.
يعيش. ربي يفضلك.